السلام عليكم اخوان اخوات، دايرين صباح امور زاهيه. كتشوفوا معايا هنايا، باش جينا نوريكم، جينا نهضروا في الموضوع كيف تشوفوا معايا القهوه ديما باش كتقهوى. هي هذيك كل قهوه البلايصه هادو، وكنتمنى تكون كتسمعوني مزيان، حيت كتقول لي بعض المرات ملي كتبغي الدوي كيعاد على الطاجيش، ولكن بعض المرات الظروف كتجيبنا يعني نديرو تجيبنا الوقت نهضرو بحال هكا وسط الشارع ولا راكم عارفين. الاخوان اللي ما تيعرفش هاد السيد هذا اللي قدامكم هو اللي مسمى بمور الحريشه، تعمر الكريشه. انا ما بغيت كلاص، خليتهم ديك العيشه، يعني عندي بعد حوايج كنفكر فيهم، ولكن ديما واخا كنفكر في واحد الحاجه، ربما كاين الناس اللي هما حتى هما يعني خصهم يعرفوا ويعطوني الراي نتاعو. هادشي كامل كنديرو على حسب القناه، ماشي غير مول الحرشه اللي فيها القناه، راه نتاعكم الاخوان وتا انا كاع كامل. هادشي ما كنديروش وحدان، هادشي كنديرو يعني كنديرو بالنسبه باش نتوما كنقسم اللحظات اللي راني كنعيشها، كيف كنقول لكم كنقسم ديما اللحظات اللي كنعيشها، اي حاجه اللي كنعيشها كنوريها لكم يعني في القناه عندي. يعني القناه راه نتاعكم وراه نتاعنا كاع كاملين. بالنسبه قبل ما نبدا في الموضوع كنحيي الاخ، ماشي غير واحد، كنحيي كاع الاخوان والاخوات كاملين من الطرف في انحاء العالم، وكنحييو الاخ حميد امريكا، تنحييك اخويا، ديديكاس ليك اخويا الزيد، تبارك الله عليك. المهم الموضوع اللي جابني اليوم ندوي فيه هو واحد المهم، يعني واحد الموضوع كيف كنقول ديما انا، الموضوع ربما تنقول لك الموضوع تيهمني انايا وربما يهم الناس اللي كيحبوا مول الحريشه، وغادي يهم حتى بزاف يعني تاع الناس، وان شاء الله غادي نحكي لكم، ونتمنى كل واحد فيكم يعطيني الراي نتاعو. فهمتي، غادي نحكي لكم كل واحد يعطيني الراي نتاعو، مول الحريشه بعدا هو هذا، فهمتوني. هو مول الحريشه الاخوان. واخا كان مسكين مول الحريشه عانى كاع دوك المعاناه وداك الشيء داز عليه، ولكن الحمد لله راه كلشي الحمد لله الاخوان. صراحه ما عرفتش كيفاش نشكركم، ما عرفت كيفاش نشكركم الاخوان، ما عرفتش كيفاش نشكركم، علاش؟ حيت يعني كنت يعني في واحد حيت كنعيش في واحد كنت يعني في شي معاناه اللي هما صعب بزاف، ولكن كل الاخوان والاخوات اللي دعموا مول الحريشه واخا يكون غير معنوي كنحييكم. المهم ماشي هذا هو الموضوع، الموضوع هو اللي جابني وليت يعني فكرت بزاف تاع الحوايج، حتى وليت ما عرفت شنو غادي ندير، فكرت بزاف تاع الحوايج حتى وليت ما عرفت شنو غادي ندير، وليت كنقول يعني الحل الوحيد هو غندير يعني غندير فلوق ولا فيديو ولا نحسبو كيف ما بغا يكون، وغادي ندخلو في القناة، يعني كل واحد غيعطيني الرأي نتاعو. أنا كندوي مع الناس اللي كتحب مول الحريشة، إما الناس اللي ما كتحبنيش ضروري يعطوك شي راي خاوي وكيسبوك وهادي هاديك ما كاين ما على باليش. غادي عندي ثلاثة الأوبسيونات، ثلاثة الحاجات اللي أنا كنفكر فيهم، غادي نحاول نقطع الشانطي وعادي نحكي لكم، فهمتي؟ يعني غادي نحاول نقطع الشانطي وغادي نحكي لكم الإخوان. صبروا عليا حيت أنا ضربنا شي طوموبيله ولا فهمتي. يعني الأوبسيونات غادي نحاول نبدا نحكي لكم الإخوان. الأوبسيونات كنفكر عندي ثلاثة د الأوبسيونات كنفكر فيهم الإخوان، فيها إيرلندا وفيها إسبانيا وفيها المغرب، سمعتوني، عندي يعني ثلاثة اوبسيونات كنفكر فيهم الاخوان، ايرلندا اسبانيا المغرب، ولا حاجة غادي نحكي لكم. دابا المشكل ايرلندا كنفكر ليها باش يعني ماشي ما نمشيش، كنفكر ايرلندا نهز الباكتاج تاعي، كان هنا مول الحريشة مشيت نطبع على راسي والله يسهل لكم حتى الواحد، كل واحد. المشكل هو ايرلندا الاخوان، باش نجيو صراحة
ماشي شي بلاد سهله بيان سور. واخا نقولوا انا يعني نقدر ندخلها بلا فيزا، ولكن رغم داك الشيء انت يكون عندك مثلا يعني الباساج يعني ايداي بويلطا الذهب والاياب، وخص يكون عندك مثلا نقولوا دراهم شويه يعني شي كونت شويه، ماشي شي كونت صحيح، ولكن يعني واحد الكونت اللي فيه شويه دراهم، يعني واخا يقدر بنادم كاع يدخل ليه نورمال. الي وروتور بيا الي وروتور ريزيرفاسيون تاع الاوتيل ودراهم اللي انت غتخسر في ديك المده، وكتعرفوا ايرلندا من البلدان اللي غاليه بزاف. واللي مصعيب فيه بزاف هي انا ما عنديش مع يعني مع لونجلي، هذا هو اللي تفكير انا كنفكر كنقول كيفاش دابا الا بغيت انا نروح بغيت نروح ايرلندا نقدر ندخل ايرلندا، ماشي ما ندخلهاش ندخلها، ولكن من بعد هادشي كامل الا دخلتها مثلا عندي 3 شهور وانا ما عنديش اللغه ديال لونجلي غتجي شويه القضيه ما عرفتش كيفاش يعني ما عرفتش بعض المرات الانسان يعني ما كاش يتعامل. وبالنسبه قبل ما ندير حيت كاين الدراك واش تيقول الاخوان واحد ملي كيكون عنده مشاكل ما تيعرف فين يخمم، ما تيعرفش يخمم في ايرلندا ولا في اسبانيا ولا في المغرب ولا فين غير الطراسو، تيكون عنده مشاكل معمر له راسو ما تيخمم حتى شي حاجه. الا كانت انت دماغ خاوي وما عمرش يمكن تخمم اي حاجه، ولكن واحد ملي كيكون عنده مشاكل ما تيخمم حتى حاجه. ايرلندا اول حاجه راه قلت لكم المشكل تاع الاخوان هو يعني نقولوا حنا طياره الو روتور كاينه ونحضروها، نحضروا الريزيرفاسيون تاع الاوتيل، نحضروا شويه ديال الدراهم يعني باش يعني ندخلوا ندخل فهمتي غندخل معزز مكرر، غادي ندخل معزز مكرر هذه الايرلندا. ولكن اللغه وبزاف تاع الحوايج كيف كنحكي لكم دابا هي شويه القضيه صعيبه. غادي نمشيو يعني للاوبسيون الثانيه اللي راني نخمت فيها. الاوبسيون الثانيه الاخواني الاوبسيون الثانيه هي اسبانيا، ولكن اسبانيا كنفكر كنقول مثلا اسبانيا يعني ما غاديش تلقى فيها المشكل في اللغه، يعني خوك مول الحرشه اللغه راه حاضره نادره كاينه فهمتني، اللغه راه حاضره نادره ما حتى شي ما غاديش تلقى المشكل يعني في اللغه، اللغه ما غاديش تلقى فيها المشكل. ولكن كنفكر يعني مع هاد الناس بزاف تيعاودوا هذه المشاكل والروينه وبزاف ديال الحوايج يعني حتى المعاود هو هادشي اللي كنشوف الناس متشرطه وداكشي، يعني كنولي نتردد بعض المرات فهمتي، كنولي نتردد الاخوان كنولي نتردد نقول وي اسبانيا غادي يطلع عليها بنادم مكرفص تما وتيعاودوا قال لك الميزيريا وبزاف تاع الحوايج. وحتى واحد الاخ عندي كان مشى اسبانيا غا كتوريست عاودي قال لي بلاد ما مشرط في الزنقه، يعني راه مشرط في الزنقه وداك الشيء مشى هو غير توريست مشى اسبانيا ولا المغرب. بقيت حتى هذه كنطرد اللغه في اسبانيا ما لقاش مشكل، اللغه كنهضر بها السبليوني ما غادي نقدر نكبر على راسي نقدر ندير، ولكن هاد الناس يعني ملي كنشوف هاد الحوايج هادو اللي كيطراو كنتردد شويه على هاد الحوايج هادو. انا كنعطي غير الاوبسيون تاعي وانتم كنتمنى انتم تعطوني الراي تاعكم. الاوبسيون يعني الاوبسيون الثالثه الاخوان هي المغرب. اش كنقول المغرب؟ تنقول انا غادي نمشي للمغرب ربما يعني غنرتاح شويه وغنشوف لا فامي تاعي، عاد غادي يعني دماغي عاد يعني نعمر راسي كيفاش غير فين نرد الراس فين غنشدها. ويعني في هذيك نفس الوقت تاع المغرب عندي واحد الاخ مثلا يعني قال لك كاين واحد البروجي وهادي طاطا من هذا البروجي، قال لك غادي نساعد نتعاون انا وياك ونخدموا على شي بروجي في المغرب فهمتيني. هذا هو بقيت انا كنخمم يعني ما بقيتش نعرف شنو غادي ندير. دابا انا بغيت نشوف الراي نتاع الاخوان، يعني حكيت لكم تاع ايرلندا المشكل تاعها يعني ما عنديش اللغه وراه نقدر نخليها بلا فيزا وبزاف تاع الحوايج وعندي حق فيها 3 شهور. اسبانيا عندي اللغه عندي اللغه غادي نزط فيها راسي عندي اللغه ما غاديش نخاف على راسي، ولكن يعني دوك تشوف دوك المعاناه اللي كيشوفوا والاخ اللي مشى حتى هو شاف ديك الحاله قال لي بنادم مكرفاص وهادي بزاف تاع الحوايج وليت كنطرد من هاد الحوايج هادو. الحاجه الثالثه الاوبسيون تاعي هي المغرب. المغرب قلت اما الى رحت للمغرب مثلا اخوان نقدر نمشي مثلا للمغرب باش نرتاح نشوف والديا ونشوف لا فامي ونشوف الحباب ويعني ورسي دماغي شويه ورسي دماغي شويه الاخوان، ومن بعد ربما ندبر على راسي زعما من المغرب تما نصدق داير ليها شي طريق اخرى نمشي بحال شي بلاد اخرى ولا ما نعرف. ولا كيف قال الاخ البروجي ما البروجي ما عرفت كيفاش البروجي نتاعو البروجي نتاعو حتى هو ما عرفش كيفاش، يعني قال لي راه نشوفوا البروجي نديرو على نطرقو، ولكن انا ما يعني ما صراحه الله ما عرفتش يعني حرت الاخوان. وهذا الشيء كامل دابا درتو غير باش يعني الاخوان درتو الحباب لا فامي ماشي انتم راه ما كان
ما كنحسبكمش فانس يعني ولا فان ولا شي، هذا فان تاعي ولا لا، نتوما كنحسبكم كفاميليا تاعي كحبابي، راكم في القلب حيت علاش نتوما كتسيبورتي فيا. واي حاجه الاخوان انا مثلا اي حاجه اللي اي حاجه نقدر نقول انا مثلا ضرتني في خاطري ممكن نحكي معاكم، مشكل وقع ليا غنحكي معاكم، اي حاجه كنحكي يعني ماذا بك انت كتحكي اي حاجه راه كتحكي لا فامي تاع. يعني الاخوان دابا بغيت الراي نتاعكم نتوما، الله يرحم لكم الوالدين، كل واحد يعطينا الراي نتاعو. انا يعني راسي هاك عمر، راسي هاك عمر، ولكن بغيت الراي نتاعكم نتوما والله حفظكم ليا، وشكرا بزاف وشكرا بزاف يعني. والحمد لله واخا شفت هادشي كاع اللي دابا اللي حاليا راني يعني شفت الاخوان، واخا شفت هادشي كامل دابا نتاع سميتو اليوم في الصباح الحمد لله يعني دبرنا خدمه يعني اليوم في الصباح دبرت خدمه، ومهم غادي تشوفوا داكشي معايا دبرت خدمه ودبرت داكشي والحمد لله وليت ناشط وليت يعني رجع فيا الكوراج. ولكن يعني الثلاث اوبسيونات يعني اللي كنفكر دابا حيت واخا نخدم يعني بوليفيا ربما غير نخدم غير باش نوقف راسي نجمع شي دراهمات ولا هادي نوقف على رجلي ونشوف شي شنو غادي ندير. كنحييكم وكل واحد كتسنى كومونتير تاعو، وكنشكركم بزاف الاخوان الله يحفظكم ليا.